مع شهادة أي دولة. وعليه غادي نلقى لكم خطاب اللي كيحمل في المضمون ديالو رسالة ديال هاد الطلبة اللي واقفين واللي اليوم ماشي الغرض ديالهم لا الصداع ولا الهرج، الغرض ديالهم هو الحق. السبب ديال الوقفة كما قلت من قبل هو الإقصاء اللي تم في حقنا كمواطنين مغاربة، هو إقصاء اجتماعي مبني على المادة. والولوج لمهنه المحاماه كيتطلب الحنكه وكيتطلب الشهاده الجامعيه وكيتطلب الرصيد المعرفي ماشي الرصيد المادي. وفيما يتعلق بجميع المسائل اللي هي التكلفه والانخراط وايضا التمرين وايضا هاد الطلبه الجامعيين اليوم مستعدين يتكفلوا بجميع هاد المراحل بنفسهم وما كيطلبوش من الوزير انه يعطيهم حتى شي حاجه من غير الحق ديالهم المشروع الا وهو اهليه مزاوله مهنه المحاماه طالما هما واصلين للمستوى المطلوب. وثاني حاجة هو قال بأن ولدي لاباس عليه، عنده باه يخلص عليه. حنا كنقولوا بأن الأب ديالنا والأب ديال شعبة القانون بالضبط هو جلالة الملك نصره الله، والله يحفظه لينا وشكرا. الله يسهل على وزير العدل لأنه كان كيقري ولده في موريال وفي أي مكان كان، غير هو راه في احتقار ديال المنظومة التعليمية المغربية وفي إقرار صريح بأن اللي عنده الفلوس هو اللي كيقري لولاده، اللي ما عندوش راه ما كيقريش ولاده. امتحان مرة في أجواء كارثية ديال الغش وديال المحزوب والزبونية، لأن المحامون كان مقاطع الامتحانات وأصدروا ذلك في مجموعة من البلاغات. فيما بعد دخلوا على الخط قالوا أننا غنكونوا في العملية ديال التصحيح، وكانوا اللوائح اللي فيها المحسوبية والزبونية، وراه أنتم راكم عارفين كل شيء. الأمور اللي نقوموا بها هو رسالة اليوم وأشكال تصعيدية على مستوى المواقع ديال الكليات، في جميع الكليات المغربية غنتواصلوا مع مجموعة من الطلبة، خطوات تصعيدية نضالية، لأن بغينا نوصلوا غير رسالة لجلالة الملك باش يتدخل. لأن حنا كنا كنتسناوه، لأن حنا بالفعل تيقنا كنا ساذجين وتيقنا أن كاين قرار وكاين اللي جاب 80 نقطة غيكون من الناجحين. فمني خدمنا مزيان كنا كنتظروا بأن غيكون النتائج مزيان، فبالتالي ما كانش شي دافع باش نخرجوا، حتى تصدمنا بالنتائج كيف ما تصدمتوا بها انتوما هذا خرجنا. بالعكس وزير البابي ابان على انه ليس الرجل المناسب في المكان المناسب، لانه تطاول على المؤسسه الملكيه في مجموعه من الصلاحيات فيما فيها محاوله تشريعيه في امور متعلقه بمدونه الاسره، فيه تطاول على السلطه القضائيه ايضا، لان الوزير كيقول لك غندير نعتقل، في حين ان راه كاين القانون اللي كيفرق الاختصاصات ديال الولي ديال يعني السلطات القضائيه على الوزير العدل، القانون 33/17. فبالتالي وهاد الكوارث اللي دار امتحان المحاماه، فبالتالي يجب اعفاؤه ومساءلته ومساءله قانونيه. المحامين قاطعوا المراقبه ديال الامتحان، وجايين كيقول لك انهم ساهموا انهم صحوا الامتحان. اللهم ان هذا منكر. اليوم حنا ما كنوجهوا اتهام حتى شي واحد. هذيك الاسماء انا من الناس اللي دوزت السطات، رغم انني ابن مدينه الدار البيضاء، وملي تعنت النتائج كنشوفوا ان عائله وحده دوزت في جامعه وحده ولا في قسم واحد، ماشي شروط، ماشي عدل. وزاره العدل ما فيهاش العدل، زائد تصريح المستفز. حنا قرا ولده هو في جامعه مونتريال، حنا قرينا في جامعه تريال ونفتخر. هذا هو الاساس. اليوم حنا عندنا ثقه في الناس اللي كونونا وفي الجامعه اللي خريجين ديالها، وانا افتخر بذلك وانا افتخر بالتمغربيه ديالنا. واليوم كنطالبوا بحاجه واحده، الا دوك الناس دازوا عن جدره واستحقاق الله يسر لهم. الا حنا سقطنا فربما النموذج ديال الامتحان، حنا الكسيام غالبا الكسيام حتى في الجامعات كيتلاح لك التصحيح المعتمد، واش جواب جوج اجوبه ثلاثه، باش انت كتعرف فين خطاتي وفين هادشي. زائد حاجه اخرى، واش لا ماشينة تستغرق شهر؟ على 70,000 ورقه. نديروا علامه استفهام، كيقول لك ان الالات اللي صحوا، واش الالات تستغرق شهر؟ هذا سؤال طرحته انتوما وديك اللائحه، المجتمع المغربي كامل اللي كيسول على تلك الاسماء والطريقه اللي تم الانتقاء بها. انا من الطلبه اللي تقصينا من هذه المباراه هذه، وحنا جينا اليوم باش نعبروا على الرغبه ديالنا اننا رافضين لهذا الامتحان هذا، لانه خرق سميتو هذا القرار الوصفي ديال الامتحان، والامتحان كان تسرب قبل وبزاف ديال الخروقات اللي طرتنا في هذا الامتحان. جينا اليوم باش نعبروا على الرغبه ديالنا اننا رافضين لهذا الامتحان تماما، وبعض الاقصاء اللي داروا لنا انهم فرقوا ما بين اولاد الشعب وما بين الاولاد اللي لاباس عليهم. حنا جينا اليوم نعبروا على كاع هاد الخروقات هذه اللي طرات، وحنا ما بغيناش هذا الامتحان وكنطالبوا بالالغاء ديالو. مهنه المحاماه مع هذا الشيء اللي طرا لنا اليوم راه ماشي غير في خبر، كان شي حاجه اكثر من خبر. كان صافي هادو كيقولوا لنا باننا اليوم
نتوما ما تعاودوش تدفعوا لهذا الامتحان نهائيا، هذا الامتحان بالوراثه صافي اللي هو محامي غيورثها ليه. هذا السبب من وراه بزاف ديال الناس، حنا ما كنوجهوش الاتهامات لشي شخص محدد، ولكن بزاف ديال الناس اللي هما راهم عارفين راسهم على رؤوس الاصابع ما غاديش نوجهوا الاتهام لشخص واحد.